والله شوفي، بالنسبة للتجميل هذا مصطلح عام، ما نقدر نطلق على عملية معينة لحالها نقول أنا سويت تجميلية. مثلا سويت توظيف تقولين أنا سويت تجميلية، ما ينفع. تمام، التجميل هذا مصطلح عام يشمل عدة عمليات تحت هذا المصطلح. أي شيء يجمل المنطقة يعتبر تجميل، سواء سويت تضييق، سويت قص شفرات، حقن دهون ذاتية، كلها تعتبر عمليات تجميلية في المنطقة، فهذا اسمه ايش؟ تجميل. فما ينفع تقولين مثلا انت مسويه تضييق تقولين دكتوره انا مسويه تجميليه، لا قولي انا مسويه تضييق. طيب، ايش الفرق بين الترميم والتجميل؟ التجميل قلنا الترميم هو شد لعضلات الحوض المترهله، يعني الترميم يتسوى للي عندهم هبوط في جدار المهبل، يصير عندهم توسع، يصير عندهم سلس بول، يصير عندهم صعوبه في الاخراج وانتم بكرامه، يصير عندهم سوائل كثيره، يصير عندهم هواء يطلع من قدام يعني. فكل هذه الأعراض سببها هبوط في عضلات المهبل، فإحنا نسوي شد لعضلات المهبل نسميها ترميم عضلات المهبل. طبعا المنطقة حتصير ضيقة لأنها تعالج التوسع، وبنفس الوقت الأعراض الثانية اللي تعاني منها راح تروح، مو شرط تروح 100%، ممكن 90% 80%. أوكي، فهذا الفرق بين الترميم والتجميل. هل ينفع انها تصير مع الولادة مرة واحدة؟ طبعا في ناس يسوونها مع الولادة مرة واحدة وتضبط معهم، وفي ناس ما تضبط. فلا تلومين طبيبتك اذا قلتي لها سوي لي تجميلية وسوت لك على غلطك تجميلية وما ضبطت. ليه؟ لانه اساسا الوقت الصحيح لعمل التضييق او الترميم ما هو مع الولادة. تمام، لكن في ناس ما شاء الله تمشي معاهم. الترميم او التضييق وقت الولاده يكون شيء نسبي، ما هو واضح لانه المنطقه تكون منفخه، فما هو هذا الحجم الصحيح للمهبل، فهمتوا؟ فممكن تكون لانه وقت الولاده تكون المنطقه وارمه منتفخه، ما يكون هذا الحجم الطبيعي للمهبل، بالتالي التضييق ممكن يكون بالزياده عن اللزوم، ممكن تنتهي بتضيق مره شديد في المنطقه والم شديد، وممكن تنتهين بتوسع، يعني كانك ما سويتي تجميليه. فتروحين تزعلين، والله يا دكتورة أنا دافعة مبلغ تجميلية وما استفدت وما أدري إيش. ممكن أيوة فعلا ما تستفيدين، لكن هذا مو خطأ من الطبيبة، لأنه المنطقة أصلا تكون في غير في نتف، يعني ما هي في أفضل حالاتها، عرفتوا؟ يعني المنطقة تكون الله المستعان الأوعية الدموية فيها كثيرة، منتفخة، المنطقة نفسها منتفخة وارمة، فالشغل فيها ما يكون يعني سهل ودقيق، فهمتوا؟ ما في ما في ما في. تبين تكبرين صدرك سوي عملية كبري بالسيليكون، كبري بالسيليكون، خلاص انتهينا. وش الشيء اللي ممكن تاكلينه ويكبر الصدر؟ شيء مثلا تحطينه كريم ويكبر الصدر؟ يعني بالعقل ما في ما في، فهمتي؟ ما في شيء تاكلينه ويروح على طول للصدر ويعبي لك اياه، ولا مثلا كريم سحري ما شاء الله تحطينه ويمتلئ صدرك فجأة يصير كذا كبير، سلامات يعني بالعقل. أوكي، فما في، هو بس عمليات تجميلية جراحية. الهواء اللي من قدام غالبا سبب توسع في جدار المهبل. تمام، فإذا كانت عندك هذه الأعراض نحتاج أن نقيم شدة التوسع هذا. أحيانا يكون التوسع خفيف، فمجرد تمارين كاجل، كرسي، أمسلة يفي بالغرض. أما إذا كانت متوسطة إلى شديدة ممكن إيش؟ تدخل جراحي. اولا بيكون واضح، ما تقدرين تجلسين على المنطقه براحه تحسينها مؤلمه، عرفتي؟ شيء ثاني، اسالي طبيبتك اسهل شيء، دكتوره وين جرح، يمين ولا يسار؟ هو غالبا غالبا على اليمين، يعني نادرا ما يكون على اليسار، غالبا على اليمين، عرفتوا؟ يعني احنا دائما نقص العجان على اليمين، فتاكدي من طبيبتك طريقه القص وين، يعني يمين او يسار، على حسب، لانه في طبيبات يمناويات، في طبيبات يسراويات، فعلى حسب يعني، بس هو غالبا على اليمين. بصراحة ذكرتيني لما قلت طبيبات يسراويات، يسراويات يعني جهة اليسار، يكتبون يعني ليفت هاند، يكتبون بالجهة اليسار. مرة سألت واحدة قلت لها أنت يمناوية ولا يسراوية؟ طبعا أنا أسأل المراجعات اللي يبون يركبون الشريحة، أنت باليمين تكتبين أو باليسار؟ ليه؟ لأنه أبغى أركبها باليد اللي ما تستخدمها، إذا هي رايت هاندد تستخدم يدها اليمين أكثر أركبها في اليسار. ليه؟ عشان أول أيام ممكن يصير فيها زي الثقل أو زي الكدمة أو مؤلمة، فممكن تعيقها شوي في شغلها، فالأفضل إني أركبها في اليد الثانية اللي ما تستخدمها. سألت واحدة من المراجعات قلت لها أنت يمناوية ولا يسراوية؟ أوكي، قالت لي لا دكتورة أنا مو نصراوية، أنا هلالية.
انا فقاعد ضحك، يعني ايش دخل هلالي ونصراوي الحين في الموضوع؟ ف نسيت والله ايش كان ردي، بس اتوقع اني انا ما قلت لها، ما سالتها يعني انه ما قلت لها انه انا اقصد كذا. اتوقع اني وقتها سكت و سلكت، بعدين قلت لها طب انت تكتبين باليمين ولا باليسار؟ لاني انا نفسي انصدمت، ما اعرف ايش ارد عليها. يعني طب اصلا ايش دخل؟ يعني حتى لو يعني انا ايش، انا طبعا انا اصلا حياديه، يعني ماني مع اي فريق، انا مع السعوديه وبس كذا، فهمتوا؟ يعني ماني مع الهلال او النصر او شيء زي كذا. بدخل البيت، اخوي دخل البيت، فدقيت لابوري عشان يخلي لي الباب مفتوح ما يسكر علي. بس والله بس تذكرت لما قلت يمنية يسرى، تذكرت هذه السالفة. يعني فلما اقول لكم انتي منوية ولا يسراوية، لا حد يقول لي هلالية.